مقادير 4 بيضات وبصلايه ومعلقه سمنه وفلفل اسود وملح وجبنه وكزبره. خرطنا البصله زي ما احنا شايفين وهنحطها في السمنه. هنحط البصله سمنه ونسيبها لحد ما تحمر لونها اصفر. ودلوقتي هنرب البيض مع شويه فلفل. ودلوقتي احنا البصل بقى باللون ده هنحط عليه البيض. دلوقتي هنحط الخضرة، ملح، هقطع عليها الجبنة دي اللي هتديها الطعم الجميل، وهنقلبها كلها في بعضيها وهغطيها واسيبها تطيب على كده. ودلوقتي هي استوت هنطفي عليها. ودلوقتي احنا خلصنا الاكله بتاعتنا، زي ما انتم شايفين شكلها جميل ازاي. ولازم نعرف ان البيض غني بالبروتين الهام لبناء الانسجه، وغني بالكالسيوم الهام لبناء العظام. والفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل الكفته بالفحم ومعها سلطه الطحينه. ويا ريت بقى حبايبي الحلوين اللي انا بحبهم وبموت فيهم واللي بيطلبوا مني الاكلات دي وبعملها لهم يدعموني بالسبسكرايب واللايك،